اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده. ولكن يعني عايزين بس قبل ما نعرف حضراتكم بيهم، عايزين نتقدم طبعا بخالص تعازينا لاسره كابتن سيد معوض، طبعا نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر السابق، في وفاه والدته. يعني والدته توفاها الله من ساعات قليله جدا، فطبعا خالص تعازينا اكيد كقناه الاهلي بشكل عام، مش بس برنامج 10 الصبح في طبعا الأهلي. يعني يمكن اقل من ساعه كمان يا كريم توفيت والده كابتن سيد معوض، بنقدم خالص التعازي ليه وكل العيله، وربنا يرحمها باذن الله يا رب. طيب ندخل بقى في تفاصيل لاول فقره حواريه معانا النهارده، وهنتكلم من خلالها عن منتخب مصر للتجديف على الشواطئ. والحقيقه في انجاز كبير جدا حققوه شبابنا وشاباتنا في البطوله اللي اقيمت مؤخرا في تونس. تعالوا نتعرف عشان ما نضيعش وقت في المقدمه، نتعرف على طول على ضيوفنا اللي منورينا معانا، مروان محمد ومريم همام. صباح الفل عليكم واهلا بيكم، مبروك الانجاز المحترم اللي اتحقق. الله يبارك في حضرتك. صباح الخير منورنا. وخلينا كده انا وكريم في بدايه الحلقه اتكلمنا شويه عن التجديف في مصر، وكنا منزلين معلومات واكيد انتم برضو تفيدونا اكتر، ان التجديف اصلا اصله فرعوني، يعني بدايه كان في العصر الفرعوني، وبعد كده تم طبعا يعني انشاء الاتحاد 1907 لغايه دلوقتي لما اصبح عندنا اكتر من بطل واكيد انتم منهم. خلينا نفهم من الاول كده بقى، بدايتكم كانت ازاي مع التجديف؟ ليه رياضه التجديف؟ انا دايما بحب انا وكريم نعرف البدايه مع اي رياضي بيجي لنا. هبدا معاك يا مروان. انا بدات الاول في نادي المقاولين العرب، هي جت صدفه ما كنتش مرتب لها، يعني والدي عرفني على اللعبه وابتديت في نادي المقاولين العرب، بعد كده انضميت لمنتخب مصر، بعد كده بقى ابتدت توالت الاحداث ان انا امثل المنتخب بقالي 3 سنين الحمد لله دلوقتي. حلو جدا. وبرده خلينا نعرف منك بقى قصتي قريبه من مروان برضو شويه، ان صحاب مامتي الله يرحمها كان ليهم ناس بيلعبوا تاديب، فقلت لها خلي مريم تجرب، وبدات في نادي المعادي وقعدت سنه تقريبا، وبعدين من 2014 كنت مع المنتخب لحد 2019، وبعد كده جات لي اصابه قعدت فيها سنتين ونص. حتى في التاديب يا مريم في اصابات؟ هي مش لعبه فيها احتكاك، يعني هي مش لعبه فيها اصابات كتير، بس قدر بقى. بس انجاز كبير اللي اتحقق الحقيقه، بنتكلم على ميداليه ذهب حققتها الهواند خلاص بالفعل، وسبعه فضه وكام برونز في الميداليه. انا كده دايما اي ضيف بيجي لي بلبس الميداليه بتاعته، بس طبعا دي الميداليه هنتكلم عن التفاصيل بتاعتها مع مريم. بس يعني فعلا خلينا نسمع اكتر، يعني انت كانت حاجه بدايه مع قصه بتاعت والدتك اللي انت حكيتيها لنا، بس اول بقى بطوله شاركتي فيها ده برضو حابين نعرفه اكيد. اول بطوله شاركتي فيها كانت مع النادي، فبطولات بتبقى ناشونال عادي على مستوى الجمهوريه طبعا. بيبقى في منطقه وقاهره واهليه، بعدين مع المنتخب بقى تبداي تمثلي مصر بره في بطولات مختلفه، يعني لعبت بطولات عرب افريقيا حاجه تانية انترناشونال. يعني مريم انت كنت نادي المعادي ومروان المقاولين لحد دلوقتي، انت دلوقتي هنا وهنا والمنتخب مع منتخب مصر. حلو جدا. طب نسمع منك برضو يا مروان، اول بطوله شاركت اول فيها. بطوله كانت مع نادي المقاولين العرب، كانت من حوالي 3 سنين، واول بطوله للمنتخب كانت برضو كانت في نفس السنه. انا اول ما بدات في نادي المقاولين العرب انضميت على طول للمنتخب. كان شرط عالم ما شاء الله، حاجه محترمه. ما دي اشاره ان الامكانيات متوفره بالفعل وواعده جدا. بالمناسبه احنا في المقدمه حتى في تقديمتنا لحضراتكم في حلقتنا النهارده في البدايه خالص، كنا بنتكلم ان انتم من ابطال مصر في تجديف الشواطئ. فكلمه تجديف الشواطئ ده معناه ان في تصنيفات مختلفه او انواع مختلفه من التجديف، يعني في تجديف شواطئ وفي تجديف نهري مثلا، يعني عايزين برضو نعرف ونعرف الناس ايه التفصيله دي. في نوعين من التأديف، في الكلاسيك روينج ده اللي هو في النيل اللي هو المتعرف عليه اللي بنشوفه كلنا واحنا ماشيين الصبح، وفي التأديف الشاطئي ده لسه داخل مصر من حوالي سنه. اوكي. احنا لسه جداد في التأديف الشاطئي، لكن الكلاسيك روينج ده اللي احنا اصلا ابتدى عندنا من ايام الفراعنه. طب ايه الفرق في الممارسه بقى؟ هل مثلا ثقل حجم الميه بيختلف ما بين النهر عن البحر؟ يعني حتى الناس اللي بيلعبوا سباحه دايما يقول لك ان في فرق ما بين ان انت تبقى بتلعب سباق في النيل او في نهر من الانهار، وبين ان السباق ده يكون في بحر مفتوح، فنفس الكلام ينطبق على التجديف؟ النيل طبعا تأديف اللي هو بيكون في النيل بيكون الاختلاف في شكل المركب، ان طبعا النيل مش امواج زي البحر،
فالنيل بيكون المركب اصغر وارفع شويه. التجديف في البحر بيبقى ليه مركب اللي هي قدامنا دي، هي دي. أيوه. دي بتكون اعرض من المركب اللي هي الثانيه النيليه اللي هي بتكون في النيل. وطبعا ميه البحر بتكون اخف من النيل اكيد، بس دي ليها مسابقات ودي ليها مسابقات. دي ليها مسابقات ودي ليها مسابقات. اوكي جميل. في دول كتير في اوروبا اللي هي الدول اللي بتتميز ان عندها كم كبير من الانهار، بتلاقيهم متفوقين قوي في النوع ده من الرياضات. احنا في مصر نهر موجود، بحرين تلاقي، يعني المفروض عندنا مساحه حلوه، يعني ان احنا يبقى عندنا ابطال كتير في الرياضه دي ولا ايه؟ هو بالنسبه للسباقات بتاعه الفلات ووتر اللي هي بتبقى في ميه، يعني ميه عاديه بحيره او كده، عندنا بتبقى مختلفه شويه. ان احنا بنتمرن في نيل في تيار، بعدين لما بتلعب سباق انت بتلعب سباق في ميه، هي ميه جاريه بس ما فيهاش تيار ميه، يعني يبقى في تيار هواء مش ميه، بيبقى في فرق توقيتات. يعني انت متعود بتتمرن او السباق بتاعك بيبقى في مده معينه، غالبا هنا في القاهره لما بتطلع بره بتبقى التايم مختلف شويه، بتحسه اطول شويه. ده بالنسبه للفلات ووتر، هي المسافه الستاندرد 2 كيلو. لما طبعا فلات ووتر اسهل بكتير، يعني ما بيبقاش فيها مشكله صح؟ لا خالص، ده يعني العكس هم بقى. كل يعني كل حاجه ليها صعوبتها بالظبط. هو يمكن عشان النيل، هنتكلم النيل يعتبر فلات ووتر اصلا ولا لا؟ النيل فلات ووتر بس عشان تقيل، المايه بتاعته تقيله. أيوة. فده يعتبر صعب. بس هو فلات ووتر بس مش ديد ووتر. مش ديد ووتر بره البطولات بتكون في ديد ووتر اللي هي بحيره مقفوله. احنا هنا عندنا التيار بيجي من اسوان، فده بيبقى فيه فرق لما بنطلع بره. يعني التيار ده بيشكل صعوبه اكتر بتهيألي، ولا بيسهل مأموريتكم؟ بتبقى زي العجله شويه، يعني لما تقل البدال بتبقى اسرع بس بتبدل اقل، لكن لما تخف البدال بتبقى اسرع بس بتبقى هي اخف. فهي نفس الفكره بس لو على التايم، لو انت في سباق مع تيار ميه طبعا التايم بتاعك هيبقى اقل، لو انت في سباق من غير تيار ميه هتقعد فتره اطول. هو بيعتمد مينلي على الشولدرز او على قوه الذراعين ولا على الجسم كله برضو؟ عشان دي معلومه انا عايزه اعرفها. التأديف بيشغل عضلات الجسم كلها. كلها كلها. اوكي. والتدريبات بتاعتكم يا مريم بتبقى يعني فول بودي؟ مش مينلي ابر؟ لا العكس، يعني هي اكتر حاجه احنا بنستعملها رجليكي، ظهرك، ايدك، يعني ايدك كامز لاست. اوكي. بس انت بتستعملي عضلات جسمك كلها، يعني زي ما مروان قال. ونوع تدريباتكم نفسها بتكون عباره عن ايه؟ يعني يومكم الرياضي عباره عن ايه؟ هو الشواطئ مختلفه شويه عن يعني السباقات بتاعتنا العاديه يعني بالظبط. لان احنا في العادي بيبقى في الفلات ووتر بيبقى سباقك في المايه بس، يعني هي 2 كيلو من ستارت للفينش انت في المايه. بالنسبه للتأديف بتاع الشواطئ، انت عندك في جزء سبرنت الاول قبل ما تنزل المايه، يعني سبرنت بيبقى 50 متر، السباق بتاعك 500 متر وترجع تاني تسبرنت 50 متر. فاحنا اغلب الناس او كلنا، كل الناس اللي دخلت منتخب الشواطئ هم اصلا قديفه، يعني كلاسيك عادي. ف كان في شغل كتير قوي على الفوت ورك، اللي هو احنا بنجري بقى سبرنتات ازاي، بنعمل ايه. يعني انت حتى في العادي لو التمارين الجري بتاعتك هتبقى ديستنس مش هتبقى سرعات. فاللي هو قلبنا زي بتوع كوره شويه. بس انت تمارينك بتبقى ميه او في ارجوميتر. ارجوميتر ده جهاز تأديف بيبقى على الارض، تبقى سيميليشن يعني تأديف في الميه. حديد، جري، عجل، يعني بتبقى متقسمه لحاجات كتير. ده زي الطيارين عندهم برضو نفس التدريب. طيب عايز اسالكم حاجه بقى، ايه اكتر الدول اللي صعبه تنافسيا؟ يعني هبدا بيك يا مروان، ايه اكتر الدول المفروض متالقه جدا في التاديف؟ طبعا انجلترا، المانيا، ايرلندا، ايطاليا، طبعا كل دول اوروبا عامه. اوروبا ان جنرال. اوكي. طب لما لعبتوهم قبل كده الرانكينج كان ايه؟ الرانكينج انا في ايطاليا تصنفت 12 اوت اوف 29. اوكي. كان يعني كنت متفوق على امريكا، نرويج، اسبانيا، كان كذا دوله اوروبيه يعني الحمد لله. حلو. ومريم؟ 9 من 20، كانت التاسع من 20. ده في تالق برضه. وايه الدول برضه اللي انت بتشوفيها؟ هل برضه اوروبا زي ما مروان بيتكلم؟ دول اوروبا ان جنرال؟ ومعاهم ممكن من افريقيا اكتر دوله منافسه لينا هي تونس. تونس. اوكي. هي اللي حصلت على المركز الاول. يعني انتوا الترتيب العام لمنتخب مصر في البطوله الافريقيه الاخيره كان المركز الثاني على حد علمي صح؟ مين اللي خد المركز الاول؟ تونس.
تونس. بس هم اصلا ابطال عالم في الرياضه دي، هم ابتدوها مثلا من 6 سنين قبلنا. احنا الرياضه دي لسه داخله مصر السنه اللي فاتت، حتى احنا لسه المراكب بتاعتها. انت تقصد على التجديف الشاطئي تحديدا؟ التجديف الشاطئي لكن احنا مثلا 2019 كان في بطوله في تونس بس كانت اللي هي فلات ووتر، اللي هي بقى التجديف النهري عادي. احنا حصلنا على الترتيب العام مركز اول الحمد لله ما شاء الله. لكن التجديف الشاطئي لسه داخل مصر جديد، فاحنا لسه خبرتنا فيه مش كبيره لسه، حتى القوارب لسه ما جبناش مراكب خالص عندنا التجديف الشاطئي يعني. طب ومين المفروض اللي يجيب القوارب؟ لو انا هروح بقى للنقطه دي معاكم، هل الاتحاد هو اللي هيكون مسؤول عن ده، ولا ده بيبقى دعم ذاتي بقى من الرياضيين؟ لا، هو المفروض هو الاتحاد عامه يعني بيوفر لنا كل حاجه يعني في وسعه يعني. حتى أوكي. اخر بطوله ديت البادجت ما كفتش. دكتور عمرو رئيس الاتحاد وكابتن شريف نائب رئيس الاتحاد هم اللي سفرونا على حسابهم. والله حسابهم الشخصي. حسابهم الشخصي. هم عشان يشاركوا في البطوله. عشان يشارك في البطوله. فهم الصراحه بيحاولوا يبذلوا يعني قصارى جهدهم، لكن القوارب هي غاليه جدا. المراكب يعني اسعار. بس طالما رياضه جديده مستحدثه في مصر فطبيعي ان انتوا مش اللي تبقوا مطالبين ان انتوا تجيبوها يعني. بس هو هو الاتحاد عامه اتوافق القرار ان القوارب تتجاب واتطلبت بالفعل، بس هي لسه ما وصلتش مصر. اوكي طب حلو حلو ده. طيب الحد الادنى لاي مثلا طفل حابب ان هو يمارس الرياضه دي، او اولياء امور عايزين يوجهوا ابنهم او بنتهم لممارسه رياضه التجديف، يعني اصغر سن ممكن يبتدي يمارس هذه الرياضه ايه، وهل ليها حد اقصى؟ ومش بس بتكلم على صعيد البطولات يعني او المشاركه في فعاليات بطولات مختلفه، بتكلم عموما حتى الممارسه الشخصيه ملهاش سقف مش كده برضو؟ لا ملهاش يعني. في ارقام عالم لناس عندها 100 سنه 90 سنه 60، فلا يعني هي رياضه معمره. والسن بقى يعني ابتداء من سن كام ممكن الاولاد والبنات يمارسوا الرياضه دي؟ اعتقد 7 سنين، في ناس بتبدا وهي عندها 7 سنين. من سن 7 سنين بيكون مؤهل انه ينزل يقدف. طبعا القوارب بقى اصغر كتير. اوكي طب يعني خلينا بقى نعرف يعني فكره هنا الزوجي والفردي، عشان برضو دي معلومات انا ما اعرفهاش شخصيا. انتوا بتلعبوا زوجي ولا بتلعبوا فردي ولا ايه؟ قولي لنا يا مريم. انا في التجديف العادي بنزل فردي، بنزل زوجي، بنزل أربعة. البطوله اللي فاتت نزلت فيها فردي ونزلت فيها زوجي. بس في الكوست روينج اخر يعني اخر عدد اشخاص ممكن ينزل بيبقى 4، لكن في التجديف العادي ممكن 8 يعني. مركب بيبقى فيها في سباقات لمراكب 8. ومروان برضو زوجي وفردي ولا؟ زوجي وفردي بس على طول بنزل فردي يعني. احسن ولا يعني بصراحه اني احسن اني اسهل كمان؟ لا اسهل، كل ما المركب بتكبر كل ما المركب تكون سهله. اوكي لكن فردي ده اصعب مركب. الموضوع عليك انت بس. الموضوع عليا طبعا والمسؤوليه بالكامل عليك طبعًا. انت فعلا. طيب انتوا الفتره الجايه ان شاء الله بتستعدوا لايه؟ هل في مشاركات قريب في اي بطوله من البطولات سواء محليا او دوليا؟ ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا شهر 12 باذن الله يوم 23 و24. هتتنظم فين؟ في مدينه العالمين ان شاء الله. جميل. دي مصر مستضيفاها، ودي ان شاء الله التارجت بتاعنا الفتره اللي جايه. ابتدينا رجعنا بقى منتخب الكلاسيك روينج وشغالين ان شاء الله عليها باذن الله. هتشاركي فيها ان شاء الله يا مريم ولا ايه؟ ان شاء الله. يعني هي السلكشنز بتاعه المنتخب المفروض ان هي هتبدا كمان اسبوع، اللي هم يشوفوا التصفيات مين احسن حد يبقى ده مكانه، هتنزل انهي مركب كده. فربنا يوفقنا ان شاء الله. طب بالنسبه للبطولات اللي انتوا بتحصلوا عليها، تمام، وانتوا حصلتوا على بطولات كتير، هل بيبقى في بقى جوائز، بيبقى في تكريمات؟ يعني كلمونا عن ده برضو. انتوا سكتوا ليه؟ دي اجابه في حد ذاتها اللي هو ما تكسبيناش ازاي؟ لا مفيش بجد؟ لا هو اتفضل يا مريم. تصدق ردك بليغ جدا، بليغ جدا يعني اجابه وافيه الحقيقه. هو بالنسبه للميداليات هنا في مصر بناخدها في بطولتين بس، احنا عندنا كذا سبق بس بناخدها في الجمهوريه او كاس مصر، باقي السباقات لا ما تبقاش فيها ميداليات. بالنسبه للجوائز الماديه فاحنا السبونسر بتاعنا بتاع الاتحاد البنك الاهلي. يعني في سبونسر؟ عندنا سبونسر. كويس. طب ما هو ده بقى يوفر لكم لو في اي احتياجات مع الاتحاد طبعا.
هو احنا لعبه مكلفه جدا، فمش يعني ان شاء الله. بس طالما ليها اتحاد وطالما عندنا ابطال زي حالتكم كده، يعني بطبيعه يعني انا متاكد ان وانت بتجاوب نهاوند ساعه لما بتقول لها ان في شخص ما مشكورا ان هو سفركم على حسابه، اكيد لفته طيبه منه، بس بيني وبينكم بس يعني مش ده الوضع الامثل. يعني الطبيعي لما يكون عندنا ابطال مش مجرد يعني رياضيين واعدين، لا ابطال بيحققوا انجازات وميداليات. بس في سبونسر يا كريم، ده في رياضات ثانيه ما فيهاش سبونسرز اصلا، فده يعتبر برضو لحد ما خطوه كويسه. على كل حال انتوا وجودكم معانا برضو مش هقول طبعا تكريم اكيد، بس لا بالعكس احنا بنحط سبوت لايت على نجوم عندنا في رياضات مختلفه بيحققوا انجازات البعض يمكن ما يعرفش، لكن احنا حابين طبعا ودايما بنبقى حريصين في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نسلط الضوء. نورتونا مروان ومريم بجد، مزيد من التالق ان شاء الله، ونقابلكم اكيد في بطوله ثانيه باذن الله تكونوا حاصلين فيها على ميداليات ذهبيه انجازات جديده باذن الله. ان شاء الله نورتونا، بنتمنى لكم كل التوفيق. خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.